يسعى في تاريخه من هنا كمان من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره. معانا بعض من نجوم النادي الاهلي وبالتحديد اثنين من نتاج قطاع ناشئ النادي الاهلي واللي يعني مستبشرين فيهم خير ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، ولعيبه مميزه جدا عندهم شخصيه النادي الاهلي سواء عربي بدر او مصطفى شوبير. يا عربي برحب بيك. اما اهلا بيك يا امير، ومبروك لجمهور النادي الاهلي البطوله التاسعه، وان شاء الله يكون في دايما بطولات لداخل النادي الاهلي. يا مصطفى برحب بيك والف مليون مبروك. ايوه اهلا بيك يا امير، وبرحب بقناه النادي الاهلي وبجمهور النادي الاهلي طبعا، مبارك لهم، دي اقل حاجه ممكن تعمل لهم الحمد لله. عربي، بطوله كانت صعبه، انت ما كنتش مقيد افريقيا لكن في نفس الوقت انت كنت مع الفريق لحظه بلحظه، بتتمرن مع الفيرست تيم بشكل جيد جدا، وبتادي بعض المباريات حتى اللي بتاخدها والدقائق اللي بتاخدها في البطولات المحليه بشكل جيد. قول لي تابعت البطوله دي ازاي؟ ازاي كنت بتعيش اللحظات دي مع فريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه؟ هو اكيد يا امير البطوله صعبه جدا يعني، والحمد لله ربنا كرمنا بسبب جهد اللعيبه والقتال في الملعب وخارج الملعب، فالحمد لله ربنا قدر يكرمنا وقدرنا نحقق ده وربنا وفقنا يعني. وبالنسبه لنا لعيب في الفرقه كلنا واحد يعني، في الملعب او بره الملعب كلنا مع بعض متكاتفين، وده يدل على ده في الترجم في الملعب، كل الناس قريبه من بعض، وقدرنا الحمد لله اننا قدرنا نكسب وربنا وفقنا بالبطوله. ومبروك لجمهور النادي الاهلي، ومبروك للعيبه، ومبروك للجهاز الفني. عايز اختم معاك بطموحاتك مع الفريق خلال الفتره اللي جايه يا عربي. انت لسه لاعب ناشئ، وعندنا ناس كتير جدا خرجوا من قطاع الناشئين وقدروا ان هم ينجحوا ويحققوا بطولات مع النادي الاهلي، بتفكر ازاي في مستقبلك مع الفريق؟ والله يا امير وانا موجود في الفرقه ما طلعت شعاره، وده يعني خلى عليا ضغوطات اكتر وشغل اكتر ان انا اجتهد واتعب اكتر عشان ابقى موجود في الفرقه، وحضرتك اكيد عارف ان مكاني فيه لعيبه كتير وده عايز شغل اكتر وجهد اكتر، وان شاء الله انا بادي ده، وباذن الله الفتره الجايه يعني ان شاء الله نبقى موجودين في افريقيا ومقيد في افريقيا ان شاء الله، وابقى ساهم في مع الفوز مع الفرقه، وان شاء الله يبقى نقدر ان شاء الله ناخد كاس مصر باذن الله وكاس السوبر الافريقي باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا عربي، شكرا جزيلا. لسه مستمرين ومعانا واحد من نجوم النادي الاهلي ومستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي مصطفى شوبير. يا درش الف مبروك، وبطوله صعبه وبطوله تتحسب لك، انت لاعب مقيد افريقيا واولى اول بطوله افريقيه بالنسبه لك مع النادي الاهلي. طبعا الحمد لله بنحمد ربنا، طبعا الحمد لله ربنا كرمنا كرم كبير قوي، احنا تعبنا وشفنا ظروف صعبه جدا البطوله دي، انا يمكن ما كنتش مقيد لغايه ماتش الهلال تقريبا، ولا كانت ظروف كانت صعبه من اول ماتش الهلال هناك وماتش سان داونز تاني ان انت هتلعب وكان خسران منهم السنه اللي فاتت، وظروف الكورونا ونهائي يتاجل بدل المره 2 و3، الظروف كانت صعبه علينا جدا، بس الحمد لله احنا قدنا، دايما ربنا بيدي لكل واحد على قد تعبه، واحنا الحمد لله احنا تعبنا والحمد لله في الاخر ربنا كرمنا بالبطوله الحمد لله. أصعب اللحظات على مدار البطولة من وجهة نظرك، أنت كنت متواجد في كل المباريات أو معظم المباريات منذ تأقيدك أفريقيا، شايف إيه أصعب اللحظات بخلاف المباراة النهائية تحديد؟ لا بخلاف المباراة النهائية كنت معاهم في مباراة الوداد وماتش سان داونز وماتش النهائي تأيد قبليه بيوم، فكنت أنا هنا في القاهرة والفريق كان هناك، بس هو أصعب ماتش الهلال يعني من اللي أنا شفته من الأجواء اللي كانت هناك، الدنيا هناك كانت صعبة جدا والضغوط هناك كانت جامدة جدا، فأنا أعتقد إن أصعب ماتش كان هيبقى ماتش الهلال. طيب الفترة الجاية انت ان شاء الله باذن الله لك مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت عليك ضغوط غصب عنك، ازاي بتتعامل مع هذه الضغوط؟ وبالمناسبة انا يعني كنت دايما بتفرج عليك في قطاع الناشئين، ما شاء الله عليك حارس ممتاز في الحقيقة وحارس بشخصية النادي الاهلي، لكن الضغوط محتاجة شخصية قوية جدا، بتتعامل مع الضغوط دي ازاي؟ وبتتعامل مع الكلام اللي دايما بيبقى حواليك ازاي؟ وده قدرك بما انك طبعا نجل الكابتن الكبير كابتن احمد شوبير. خد بالك يعني هي القصه مش ان انت بس ابن الكابتن احمد شوبير، القصه ان انت لعيب في النادي الاهلي، فالضغوط بتبقى الدبل، هو اي لعيب في النادي الاهلي ايا كان لو اسمه مين برده بيبقى عليه ضغوط، فده طبيعي، ما بالك لو بيبقى فيه اسم اضافي فوقيك، اسم بيبقى ليك الشرف ان انت يعني تبقى بتنتمي لاسم زي ده، بس طبعا تبقى يعني الضغوط طبعا كبيره، بس الحمد لله يعني من وانت طالع من وانت صغير انت متعود على كده، فاهم قصدي؟ وكل ما الليفل بيعلى كل ما الضغط بيعلى اكتر، بس يعني انا ما فيش حاجه معينه بعملها، وفي واحد يقول لي بتعامل مع الضغوط ازاي، مش بتعامل مع الضغوط ازاي، انا بتوكل على ربنا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فربنا حطك في الحته دي عشان عارف ان انت قدها، فان شاء الله الواحد يكون قدها وباذن الله الواحد يعني يثبت لجمهور النادي الاهلي وانه هو عايز يخدم النادي، وان شاء الله يعني خير، انا مش هقول غير كده. واضح ما شاء الله عقليه مميزه جدا، بالتالي عايز اخد منك رساله لجمهور النادي الاهلي وانا بختم معاك. طبعا بنشكر جماهير النادي الاهلي، الناس وقفت جنبنا كتير جدا جدا جدا، من الظروف 7 سنين بطوله غايبه بقالها كتير جدا، وانت كنت خدتها 2 سنين ورا بعض، فانت مستني الاستمراريه ان يحصل كده الدروب الكبير ده،
فرق طبعا، والجمهور تحس امبارح الفرحه مختلفه. انت خدت الدوري وخدت السوبر وسافرت وجيت ولعبت، بس الماتش ده لا كان ليه طعم تاني مختلف بالناس اللي في الملعب بالناس اللي بره الملعب. لا يا جماعه لازم تشوفوا صور الماتش، الناس اللي مش مقيده في افريقيا، مش الناس المقيده، اكرم توفيق والناس كلها، حتى كابتن سعد سمير متقيد في افريقيا بس اسمه لما اتشال من القايمه فمالوش حق انه يلعب. شوف بيجري ازاي وشوف الناس، لا 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 امبارح الروح كانت عاليه جدا، وده سبب من اسباب الفوز. بنشكر الجمهور ومستنينهم دايما في ظهرنا، وان شاء الله نوعدهم بمزيد من البطولات الفتره اللي جايه ان شاء الله. الف مبروك يا درش. حبيبي امير ربنا يخليك، شكرا. ده كان